وللتعليق على الموضوع تنضم إلينا عبر سكايب من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. أهلا ومرحبا بك دكتورة. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام. حياك الله. بداية، معارك الموصل خلفت أكثر من 17,000 طفل يتيم بحسب قسم المرأة والطفل بوزارة العمل. ماذا قدمت لهم الحكومة في بغداد بعد مرور أكثر من عام على انتهاء المعارك؟ في الحقيقة يعني لم تقدم الحكومة أي شيء. الأطفال يتامى يعيشون ظروف مأساوية بمعنى الكلمة. أغلبهم فقد ليس فقط الأب، بل أغلبهم فقد حتى الأم أيضا، كلا الأبوين. لا توجد حتى إمكانية لاحتواء هذا العدد الكبير من اليتامى. أكثرهم متسولون، يجوبون في الشوارع لكي يطلبوا فقط لقمة يومهم. يعيشون في حالة من الفقر، لا يذهبون إلى المدارس لأن عوائلهم وأسرهم لا تستطيع دفع تكاليف التسجيل أو توفر لهم الكتب أو حتى الملابس التي يستطيعون فيها الذهاب إلى المدرسة. وقد وهذا ليس بالأمر المخفي، المنظمات والجمعيات التي تعني بالأيتام في الموصل تنشر بين فترة وأخرى احتياجات هؤلاء من الذهاب إلى المدارس أو حتى احتياجهم إلى معيل يوفر لهم وينفق عليهم. لا يوجد أيضا أي معيل يستطيع أن ينفق عليهم. بعض الأطفال تم ضمهم إلى عوائلهم، مثلا إذا كان هناك العم أو أحد من الأخوال أو غيرهم يستطيع أن يعيلهم ويوفر لهم المأوى ويوفر لهم المأكل، ولكن الحقيقة الكثير منهم لا زال لحد الآن بدون أي نفقة يومية عادية. ما الحكومة طبعا غاضة الطرف عن الموضوع و ناسية للموضوع، ولم تقدم لحد الآن أي إعانة أو أي مساعدة تذكر لهؤلاء الأيتام من أجل أن تحتوي مشاكلهم وتوفر لهم حياة كريمة. منظمة اليونيسف الأممية تقول إن 80% من أطفال العراق لا يتلقون أي دعم حكومي ويتعرضون للعنف المدرسي. لماذا تتجاهل الحكومة في بغداد الحقوق التي أقروها هم في دستورهم؟ مع الأسف الشديد الحكومة في العراق لا تعتني بأي مشكلة من المشاكل في العراق، فكيف بحال الأطفال؟ الحكومة في العراق أهملت الواقع الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي والصحي لكافة فئات المجتمع، فما بالك بالأطفال. الأطفال جزء من هذا المجتمع، وما يمر على المجتمع يمر على الأطفال. العراق كله يعيش في هذه الحالة المأساوية من التدهور بكافة النواحي الاجتماعية أو الصحية أو الاقتصادية. الحكومة لا توجد لديها خطة في هذا الموضوع. أصلاً لا يوجد لديها في تفكير بهذا الموضوع. الذين في الحكومة يفكرون فقط بمناصبهم ومنافعهم الشخصية، وكيف يبقون على الكراسي، وكيف يبيعون ويشترون المناصب، وكيف يوفرون حماياتهم، وكيف يوفر النائب إيجار البيت على حساب الدولة والرفاهية لأبنائه، ولكن لا يفكرون ولو لدقيقة واحدة بأحوال العراقيين ويضعون فعلا حلول لها. هم فقط على صفحات التواصل الاجتماعي أو أمام شاشات التلفزيون يؤكدون أن هناك إحصائيات وهناك فعلا تسرب من التعليم، وبالنسبة للأطفال أو الواقع متدهور لكافة أطفال من كافة النواحي، ولكن أن يوجد حلول أو أي شيء يغير هذا الواقع هذا لا يوجد في ذهن الدولة. ماذا عن واقع التعليم في العراق خصوصا فيما يخص الأطفال؟ هل من إحصائيات عن تسرب الأطفال من التعليم، وما هي أسباب هذا الأمر أيضا؟ نعم، في الحقيقة إحصائيات كثيرة تخرج بين الحين والآخر تشير إلى النسب العالية في المتسربين
من الأطفال بالنسبة لل يعني عدم الذهاب إلى المدارس. يعني في يعني 2017 كانت النسبة تقريبا 20% من مجموع الأطفال الذين يجب عليهم أن يذهبوا إلى المدارس، أي أن هناك خرق لقانون التعليم الإلزامي في العراق، و يعني يتجاوز طبعا العدد الأطفال الآن متسربين بالتعليم تقريبا أكثر من مليون طفل. يعني الأسباب واضحة يعني ولا يمكن أن تخفى. يعني أصلا من البداية كان هناك إهمال متعمد للمرافق التعليمية، لتوفير الوسائل التعليمية للأطفال، الحالة الأمنية، الوضع الأمني الصعب المتردي الذي كان يمنع الكثير من الآباء والأمهات من إرسال ابنائهم إلى المدارس طبعا خوفا على حياتهم. أيضا المعارك العسكرية والقصف العشوائي الممنهج على كافة المدن التي شهدت عمليات عسكرية وشهدت نسبة دمار عالية، أدت إلى أيضا تدمير أعداد كبيرة من المدارس والمرافق التعليمية. بالإضافة إلى ذلك الحالة الاقتصادية المتدهورة والمأساوية التي تضطر الآباء إلى أن يخرجوا أولادهم من المدارس من أجل أن يشتغلوا ويعيلوا أسرهم. يعني هذه الحالة التي أدت أيضا إلى حتى ارتفاع في نسب عمالة الأطفال، مع العلم أن تسخيرهم كان في يعني أشغال نعم. بالإضافة إلى يعني الخدمات التوجيه وخدمات الإرشاد للأطفال التي تعتني بها أي دولة من دول العالم، هذه أيضا لا توجد لها، مما أدى إلى أن الكثير من الآباء والأمهات يعزفون عن إرسال أبنائهم بحجة أنه لا فائدة من التعليم وماذا يفعلون بالتعليم وغيرها وغيرها من الكثير من الأسباب. طيب، منظمة اليونيسف أيضا أكدت أن 60% من حديثي الولادة يعانون من نقص التطعيم. يعني هل وصل العراق إلى هذه الدرجة من الفقر بحيث لا يستطيع أن يوفر اللقاحات الخاصة بالأطفال حديثي الولادة، أم أنه إهمال يجب مساءلته؟ العراق أولا ليس بالدولة الفقيرة، كافة الدول التي تصدر البترول إذا كانت لديهم حكومات تعتني بحياة شعوبهم ويوفرون لهم كافة يعني ما يحتاجونه لا يعانوا من هذا الموضوع. والدليل على ذلك أن العراق قبل عام 2003 كان من برغم الحصار وبرغم المآسي التي كانت تحدث في الحصار، ومع هذا لم يصل الواقع الصحي للأطفال إلى هذا الدرجة من السوء، بل أكثر من هذا. يعني أصبح العراق مع احترامنا إلى الدول الفقيرة والدول الأفريقية في نفس المستوى الدول الأفريقية التي لا توجد لديها الإمكانيات يعني الموارد في العراق. يعني حتى حياة الأطفال غير مضمونة أثناء الولادة، وهذا مثبت لدى الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، يعني وليست حتى في هذه السنة. في كل سنة تظهر إحصائية تضع العراق بالنسبة لواقع الصحي للأطفال في مستوى متردي بالنسبة لأحد يعني أوجه هذه العناية الصحية، والآن وصل إلى حد اللقاحات. لماذا الحكومة لا توفر اللقاحات؟ وكانت سابقا حتى الأمم المتحدة ترسل يعني لقاحات مجانية للأطفال ولديها حملات للتطعيم مجانية. إذن أين ذهب كل هذا؟ إذن السبب هو الحكومة غير معتنية بهذا المجال، ولا توفر الإمكانيات من أجل أن يتم تلقيح الطفل، وهذا أصبح شيء ضروري خاصة وأن له تأثيرات مستقبلية على صحة الأطفال. إذن الحكومة العراقية حتى في موازنتها لم يعني تؤكد على توفير ميزانيات توفر واقع صحي أفضل بالنسبة لكافة الأفراد المجتمع، فما بالك بالأطفال الذين هم يعني يعتبرون النواة الحقيقية للمستقبل في أي مجتمع، ومع هذا لا يوجد لهذا في تفكير الحكومة. إذا الحكومة العراقية تتعمد إهمال هذا الجانب وتتعمد اللعب بمصير العراقيين.
من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.